السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله غادي نشوفوا مع بعض طريقة تحضير خل التين اللي هو الكرموس. بالنسبة لتحضير هذا الخل غادي نحتاجه مقادير بسيطة. عندنا ملح، عندنا حبات من التين، التين الأسود، وممكن إذا كان أخضر جيد، إذا كان كل ما كان يعني طيب مزيان كل ما أحسن. وعندنا حبات من التمر، هي حبات التمر. وعندنا ماء، وغادي نحتاجو قنينة زجاجية نظيفة معقمة. غادي نملؤ هاد القنينة تقريبا حد النصف بالتين بحال هكذا. غادي نقسمهم أنصاص ونديروه أنصاف. يعني نستمر يعني في ملء هذه القنينة بحبات من التين. يعني نملؤها حتى النصف. ومعروف الفوائد ديال الخل الطبيعي، عنده فوائد كثيرة جدا بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي كلها بدون استثناء، عنده فوائد كثيرة جدا. وبالإضافة إلى ذلك عنده هادو، اسمحوا لي، هادو التمر غادي نحلوه بحال هكا ونخليه بالعظم ديالو. هاد السكر غادي يخلي لنا أن هاد الفواكه توقع لها عملية التخمر. هكذا قلنا عنده فوائد كثيرة جدا بالنسبة للجهاز الهضمي، وأكثر من ذلك بالنسبة لجهاز المناعة. الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة فهو جد مفيد، لأن هادو كيتعتبروا كيعطونا بروبيوتيك وبريبيوتيكس، مفيدة جدا للمناعة والاستقلاب بصفة عامة. يعني الأيض الميتابوليزم مفيد جدا لهذا النوع من البكتيريا النافعة، وعندها حتى تأثير على الحالة النفسية، لأن كاين دراسات علمية دارت وأثبتت أن هناك علاقة ما بين البكتيريا المتواجدة في الجهاز الهضمي وخصوصا الأمعاء الغليظة يعني القولون، والمناعة والصحة النفسية والصحة بصفة عامة. يعني اللي عنده مثلا كيحس بالعياء ولا انخفاض المناعة ولا العديد من الأمراض كتكون عندها علاقة بهذيك البكتيريا المتواجدة في الجهاز الهضمي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الخل فيه منافع كثيرة، وكاين حديث كيقول في الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. دابا ملي زدنا التين وزدنا عليه التمر غنزيدو قليل من الملح ونضيفو الماء حتى نغطيو هاد الكمية كاملة، نغطيوها بالماء. صافي نغرقو عليها ونخليوها مدة 40 يوم هكذا. صافي ها هي جاهزة. ها هي عندنا جاهزة الآن، ونخليوها مدة 40 يوم. دابا بعد ما انتهينا من تحضير هذا الخل غادي نخليوها في مكان مظلم، كما قلنا مكان مظلم وجاف مدة 40 يوم. من بعدها غادي ناخدوه ونفتحوه وغادي نصفيو مزيان الخل ديالنا، وصفيو اللي عندنا جاهز ان شاء الله ممكن نستعملوه ان شاء الله، ويكون يعني فائدة على الصحة ديالنا ان شاء الله. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هاد الاقتراح ديال اليوم، وأن هاد الاقتراح هذا تفيدوا به الناس اللي كتعرفوهم عندهم مشاكل في الصحة، وخصوصا اللي عندهم نقص المناعة، نقص المناعة وأمراض الجهاز الهضمي اللي لا تنتهي بالنسبة للغازات، بالنسبة يعني صعوبة في الامتصاص، يعني أغلب مشاكل الجهاز الهضمي. فهو هذا الاقتراح هذا كيعطينا بكتيريا نافعة اللي كتستوطن الجهاز الهضمي ديالنا، وإن شاء الله يكون عندها تأثير جيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.